مناسبة اليوم العالمي للمرأة، كنتمنى من المرأة المغربية المكافحة، وغنهضر على واحد الفئة اللي كتكافح بزاف، هما الأمهات ديال الأطفال التوحد. مكافحة بمعنى الكلمة، خاصهم يوم العالمي لأمهات الأطفال التوحد خاص بهم. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كنوجه تحية لمرأة جميع النساء العالم، وخصوصا المرأة المغربية المكافحة اللي وصلت لواحد المراتب عالية. مثلا المرأة المغربية، أول مرأة مغربية تسلقت أعلى جبال، أول مرأة مغربية طلعت في وكالة نالسا، ولات وزيرة، من أول مغربية ولات كتسوق طرام، تاكسي، طيارة، كاميو. تحية كبيرة للمرأة المغربية المكافحة. اولا كنحييكم بعدا على هذا الموضوع هذا، وغنتكلم معكم نيشان في برنامج نيشان. المراه المغربيه هي المجتمع، اذا ما كانش المراه ما يكونش المجتمع. ماشي هي نفس المجتمع، هي المجتمع، منها الام ومنها الاخت ومنها الزوجه ومنها كل شيء. يعني المراه المغربيه يعني عندها واحد الحب كبير داخل المجتمع المغربي. اذا ما كانش المراه المغربيه ما نكونوش حنايا. هي اللي كتخدم، هي اللي كتدمر، هي اللي كتضرب تمارة، هي اللي كتجيب لقمة العيش لوليداتها. المرأة المغربية يعني تستاهل أكثر من هادشي. يعني بوالدينا، بالأم ديالي ولا بوالدي أي وحدين، المرأة المغربية إلا ما كانتش هي راه كتجي من المرأة المغربية، ملي كتجي من الأعمال راه كتشقى في الدار وكتشقى في الزنقة وكتشقى في الشارع. المرأة المغربية عندها بزاف ديال العامل، بزاف. المرأة المغربية كنقول ليها اولا كنحييك على الروح ديالك، على المقاومه ديالك، وكنتمنى للمراه المغربيه التوفيق ان شاء الله في المسيره ديالها. المراه المغربيه الجاده والحاره اللي كتخدم لمصلحه الوليدات ديالها والزوج ديالها، ايضا في خارج البيت كاينه المراه كتخدم في عند الناس وفي البيت، كدير بزاف ديال الخدمه، ما كاينش الراحه. كون واقعيين يا اخوان، كون واقعيين. المراه كتخدم خارج البيت وداخل البيت، وما كاينش الراحه نهائيا. الله خيره، غنجيكم نيشان وكنحييكم على هذا الموضوع هذا. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في المسيره ديالكم، وتحيه للمراه المغربيه وتعيش المراه المغربيه ان شاء الله. كنحييهم من هذا المنبر هذا، وكنقول لهم عيد سعيد عليكم، ادخلكم بالخير والسلامه والطمانينيه واحرت المتمنيات. المراه المغربيه اخويا هي كنز، كتجيني كنز فوق هذه الارض هذه. المرأة المغربية كل ما كانتش ما نكونوش حنا وما تكونش انت وما يكونوش بزاف ديال الناس. المرأة المغربية تحترم اخويا، وهي عندنا واحد الكنز كبير في الحياة، هي المرأة المغربية عندنا. يعني كنوجه لهم من هذا المنبر هذا، وكنحييهم على هذا العيد ديالهم. ورمضان على ابوابي، الله يدخل لكم الصحة والعافية، وما تمنيتوا الى الشعب المغربي كله. وهذه المناسبة ديالهم العالمية للمرأة 8 مارس كل سنة كيحتفلوا بها. فبالنسبة لي المرأة فالأخت، فيها الزوجة، فيها أختي، فيها العائلة كلها. تحية بكل احترام جميع نساء المغرب والوالدين. اليوم 8 مارس العيالات كنهديو لهم، ما عنديش وردة نهديها لهم. المغربية عندنا عقلية وردة، ولكن بالنسبة للأوروبيين وردة شي حاجة، ولكن اللي حقي حقه. أنا أقول لكم لا الإدارة ولا في العمل ولا في الحمام ولا بيع وشراية ولا خدمة طبيبة، أنجيريا، محامية، عامينة، وزيرة، جميع النساء المغرب كنهنيكم اليوم العالمي للمرأة، والطالبة والتلميذة والفرملية وجميع النساء في المغرب تحية بكل احترام. وكاع المغربيات أصلا محاميات وقضاة تزيد عليهم تا هما، ونساء الأمن تا هما، كنهنيهم بهذه المناسبة اليوم العالمي للمرأة. كمغربي قح وكمغربية قحة، كتحترم الشرف ديالها والمهنة ديالها بكل احترام. اي مرأة في المغربية في الإدارة ولا خارج الإدارة خص الرجال بعض شي ناس يحترموا المرأة المغربية. كاين بنات ديورهم، كاين اللي خارج ديورهم، كل الله غالب به. ولكن بكل احترام كنهنيكم، الله يدخل لكم رمضان بالصحة والعافية ما تمنيتوا. نحيي جميع نساء المغرب داخل المغرب وخارج المغرب. يعني المرأة اللي كنحسب فيها منا وختنا وفي يعني هي كل شيء. المرأة المغربية المكافحة، المرأة المغربية يعني اللي وصلت لواحد الدرجات عليا، ولينا كنشوفوا المرأة في جميع الميادين. المرأة المغربية يعني اللي اش نقول لك، اللي وصلت
شنا المنتخب المغربي للنساء، شنا اول مغربيه يعني اللي وصلت على قمه، يعني شنا المغرب المراه المغربيه اللي ولات كتسوق جميع وسائل النقل، لا من الترامواي لا من الطائرات لا من الترانات. الف تحيه للمراه المغربيه المكافحه. غير هو عندي واحد التعقيب اخي العزيز، حنا ولينا كنشوفوا يعني كاين، حنا ماشي حسدناهم النساء ولا شي حاجه، لا النساء مرحبا، ولكن علاش ما يكونش عندنا واحد يوم عالمي ديال الراجل؟ علاش حارمينا ما ديال يعني حنا واش محسوبينش ولا ما فهمتش؟ خصو يكون عندنا حنا نديروا يوم عالمي للراجل، حيت الراجل راه هو كل شيء، راه الراجل هو يعني هو الكل في الكل. وشكرا. المراه بالنسبه لي المغربيه راه عندها واحد وزن ثقيل في البلاد، راه مقبلين على العيد ديال 8 مارس اقرب يدخل، بالصحه والعافيه على الامهات اجمعين، واللي عنده شي ام يفرحها بشي كادو يكون ثقيل، حيت عندهم واحد الوزن ثقيل ثقيل جدا، يمشي يدي لها شي كادو يكون ثقيل، حيت الامهات ديالنا راه غيدخل 8 مارس يدخل عليهم بالصحه والسلامه، والامهات ديالنا الله يخليهم لينا، اللي عنده شي ام باقا في الحياه يمشي يهدا شي كادو، كانت ميسر عليه الوقت يهدا شي كادو ثقيل، وكان على قد الحال، وخا يجيب لها شي كولا وجلس معاها ومول الوالدين ويفرحهم بشي كادو زوين ويفرح بهم في 8 مارس. هادشي اللي كاين. تحياتي للمراه المغربيه من هذا المنبر، كنرفع ليها التحيه حيت هي ولات هي الام، هي كلشي في الدار، الا ما كانتش الام كتكون واحد البوله مطفيه، وملي كتكون الام في البيت راه كتكون واحد البوله مضويه ومنوره وكتحس بالحياه.